مرحبا، مرحبا بأحبار اليهود ووفدهم. مرحبا بسيد قريش. علمنا أنكم تسعون في لقاء سادة قريش، هل الأمر يتعلق بمحمد؟ هل لنا من عدو غيره الآن؟ اسمع يا أبا سفيان، القول الحق هو في اتحادنا، فقريش بمفردها لن تقدر على حرب محمد، كما أننا معشر يهود لا نستطيع حربه بمفردنا. الرأي الصواب هو أن نتحد وأن نؤلب عليه الأحزاب والقبائل لمواجهته. هو الرأي الصواب، ففي اتحادنا ضعف وهزيمة لمحمد وأتباعه. أخبروني يا معشر يهود، أنتم أهل الكتاب الأول وتعلمون بما بيننا وبين محمد، أفديننا خير أم دينه؟ بل دينكم خير من ديني، وأنتم أولى بالحق منه. إذن فنحن على قلب رجل واحد حتى النصر على محمد وأتباعه.